كنديروا الماء في الطنجره حتى كيغلى، من بعد كنزيدوا البطاطا اللي كتكون نقيه مع جوج فصوص ديال الثومه، كنزيدوا عليها شويه ديال الملحه مع جوج وريقات ديال سيدنا موسى، كنسدو عليها وكنخليوها كطيب حتى كطيب لينا مزيان. ملي كطيب لينا البطاطا كنصفيوها من الماء وكنحيدوا لها القشره وهي سخونه، ضروري جدا تخدموها وهي سخونه قبل ما تبرد. بعد ما قشرنا البطاطا ديالنا كناخدو واحد الفرشيط وكنمسوها، كنطحنوها بهذيك الفرشيط مزيان حتى كتولي عندنا بحال واحد العجينه رطبه ما كيبقاوش فيها الحبيبات ديال البطاطا. دابا غادي نزيدو عليها جوج قطع من الفرماج سواء المثلث او المربع اللي كان عندكم، اولا ممكن تعوضوه بالزبده، كنديرو معلقه كبيره ديال الزبده. حنا باش نتفاداو هذوك الدهنيات غادي نديرو غير الفرماج، وغادي نزيدو واحد بصله صغيره اللي كتكون مشلضه رقيقه بزاف، خصها تكون مقطعه صغيره بزاف باش ما تبانش، وغادي نزيدو شويه ديال البزار، وغادي نسموها بشويه ديال الثومه غبره تقريبا واحد ربع معلقه صغيره، وغادي نزيدو عليها جوج صفار ديال البيض. البيض كنحتفظو به مازال غادي نخدمو به ما غاديش نرميوه، وشويه ديال المليحه، ما تكتروش الملحه حيت سبق لينا وسلقناها في الملحه باش ما تجيناش عاوتاني ملحه بزاف. بالنسبه للبصله اللي ما بغاش يديرها ممكن يستغنى عليها، كتبقى اختياريه ولكن هي كتعطي واحد النسمه مختلفه وزوينه وما كتبقاش تبان بصفه نهائيه ملي كيطيبوا. بالنسبه لهاد الوصفه ديال اليوم كتجي زوينه بزاف، كنتمنى تجربوها، واللي زوين فيها ان ممكن تحضروها بنهار من قبل وتحتفظوا بها في المجمد حتى حتى كتكونوا شي نهار هكايا كتكونوا مزروبين كتبغيو شي حاجه واجده دغيا، وكتجبدوها من المجمد وكتقليوهم كيجيو هائلين جدا. دابا غادي نخلط هذا الشيء هذا كامل اللي درت مع البطاطا، دابا كناخذوا جيب حلواني اللي كيجي على هذا الشكل، ما كنديروش فيه البوق، كنعمروه بهاد البطاطا هذه اللي وجدنا، والا ما كانش عندكم ممكن تاخذوا غير بلاستيكه، بالحق خاص هاد البطاطا حتى تبرد عاد ديروا تقوموا بهاد العمليه هذه. اللي مهم هو البطاطا خصكم تطحنوها بالفرشيط محده سخونه، لان ملي كتبرد ما كتقصح ما كتبقاش تطحن بسهوله وكيبقاو فيها دوك الطروفه. صافي كديروها فهاداك الجيب حلواني وتعمروه مزيان، بعد كنجيبوا واحد البلاطو او سينيه على حسب اللي كان عندكم، كندهنوه بشويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نبدا نخرج هذيك البطاطا بشكل طولي بحال العصيات او بحال الفقاص. بعد ما كنسالي غادي ندخلها دابا المجمد، غادي نخليها واحد نص ساعه تقريبا حتى كتجمد وكتشد راسها مزيان. كناخذ واحد الطبسيل كنديروا فيه شويه ديال الدقيق الابيض مع شويه ديال الملحه، واحد اخر كنديروا فيه خبز محمص اللي كيتباع جاهز في الاسواق التجاريه الكبرى، مع دوك جوج بيض ديال البيض حتى هما اللي كنضيف فيهم واحد القبيصه ديال الملحه وكنطربهم مزيان بالفرشيط. بعد ما كتجمد هذيك البطاطا كنخرجها وكنقطعها على شكل اصابع على حسب الطول اللي بغيتو. هنا بعد ما قطعتهم كناخذ دوك السبعه ديال البطاطا كندوزهم في الدقيق، كنفندهم مزيان في الدقيق وكنحيد منهم هذاك الفائض ديال الدقيق، كنسوسهم من ما يبقاوش عامرين بزاف. غادي نبقى مستمره بحال هكا حتى نكملهم كاملين، وهاد الدقيق هذا ضفت فيه واحد شويه ديال الملحه باش ما تجينيش مسوسه. بعد ما فنتهم في الدقيق دابا كندوزهم في البيض ديال البيض، من بعد كندوزهم في الخبز اللي كيكون محمص اللي كناخذوه من المحلات التجاريه كيتباع موجود، اولا كتحضروه في البيت كتاخذوا الخبز اللي كيشيط عندكم كتحتفظوا به حتى كتكون عندكم واحد الكميه في المجمد، كديروها في الفران اللي كيكون سخون كتخليوه حتى كي يتكرمل في الفران، من بعد كطحنوه.
ملي كنسالي غادي نغطيهم وندخلهم المجمد حتى كنبغي نطيبهم، عاد كنجبدهم وكنطيبهم مجمدين. هنايا كندير الزيت في المقله كتسخن، من بعد كنطيبهم عادي. هنا الطائره بديت كنطيب فيهم، كنديروا الزيت في المقله ملي حسن تكون كثيره شي شويه، وكنخليوها حتى كتسخن مزيان. كنحطوا فيها القطعه ديال البطاطا وكنخليهم كيطيبوا على نار اللي كتكون متوسطه. في الاول ما كنقيسوهاش حيت الا قستوها قبل ما تطيب وتشد راسها مزيان غادي تحل لكم في المقله. ملي كتحطوهم كتخليهم حتى كيبداو يتحمروا من التحت، كتحسوا بهم انهم شدوا راسهم، عاد كتبداو تقلبوا فيهم. كتخليهم حتى كيبداو يطيبوا كيشدوا راسهم مزيان من الفوق ومن التحت كيبانوا لينا بداو كيتحمروا، عاد كنبقاو نقلبوا فيهم باش كيفاجئوا على الوجه الاخر. هنايا بعد ما طابو كيجيو مقرمشين رائعين جدا، كنتمنى تجربوهم. اصلا ما كيشربوش الزيت، كيجيو مقرمشين من برا ورطبين من الداخل. الا بغيتو ديروا فيهم الموتزاريلا، جبن الموتزاريلا من الداخل ممكن باش كيجيكم كيتجبدوا.